الفقرة دي اللي أنا هقدمها دلوقتي هي فقرة للكبار فقط، من هم أقل من 18 سنة أرجو إن هم ما يشوفوهاش. قد تبدو لأن هي فيها بعض الأمور اللي هي ممكن بنسميها ميتافيزيكس أو ما وراء الطبيعة. كلنا بنسمع عن الحاسة الستة، وكنا بنستغرب لما نشوفها في بعض الأفلام، خصوصا في المشاهد اللي بنشوف فيها حد بيقرأ أفكار حد بعد ما ينومه تنويم مغناطيسي. في ناس بتصدق الحكاية دي وفي ناس بترفضها. النهاردة في واحد من الناس هنعيش تجربة قراءة الأفكار بشكل عملي وعلى الهواء مباشرة عشان نشوف ونعرف نفسر ايه الحكاية بالظبط. معايا في الاستوديو الأستاذ أحمد شعبان. أستاذ أحمد شعبان قارئ الأفكار اللي هيكشف لنا أسرار وكواليس وخبايا علم غريب بنسمع عنه ونشوفه، لكن برضو أحيانا مش بنصدقه. ومعانا كمان بيعاون الأستاذ أحمد، الأستاذ محمد أحمد، لأنه هو برضو في بينهم تواصل زي ما فهمت قبل التسجيل بينهم هما الاثنين، وهنشوف ده بالتفصيل دلوقتي. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أولا أبدأ بالأستاذ أحمد، أنت عرفت إزاي، أولا عرفني بنفسك وعرفت إزاي أنك أنت عندك الموهبة بتاعت السيك سانس أو الحاسة الستة أو قراءة الأفكار؟ تمام، أنا اسمي أحمد شعبان، عندي 36 سنة تقريبا، من سنة 2001 وأنا بدأت في الموضوع ده، كنت مفكره بيجي معايا حظ وكده، بس الحمد لله يعني لقيت الدنيا ماشية معايا وأصحابي دلوني إن أنا بعرف حاجات كتير بس أنا ما كنتش بصدق، لحد ما اتدربت عليها وقريت في علم النفس شوية، وده ساعدني كتير في المجال ده دلوقتي الحمد لله. يعني أنت إزاي عرفت إنك أنت بتعرف تقرأ أفكار الناس، أو إزاي بتعرف تقرأ أفكار الناس؟ يعني ممكن هنشوف حاجة بسيطة دلوقتي. تمام، أوكي. بس يا فندم دي نوت عادية مكتوب فيها أرقام من 1 لـ80. أوكي. طبعا أرقام مختلفة كلها. أنا لو كتبت مشيت بالتسلسل 1 2 3 4 وحضرتك فتحت من النص أكيد هتبقى حاجة 41. فأنا ملخفنهم يعني 29 52 27 كده. أوكي. نوتة مختلفة خالص، هطلب من حضرتك بس تفتح إيدك الشمال. أيوه. النوتة هي مختلفة وعلى عدلتها هنحطها هنا. حضرتك حط إيدك التانية عليها كده يا فندم. تمام. خلي صباعك الكبير في نص الورق من ورا. تمام. حضرتك بص في عينيا وافتح من أي مكان. وأنت بص في عينيا أي مكان أنت وحظك. شفت الرقم؟ اقفل عليها، اديني النوتة. هنخلي النوتة هنا. دي نوتة تانية بس مكتوب فيها مشاهير. يعني زي طبعا بعد احترامي للألقاب، عمرو دياب، إليسا، أحمد السقا، فيفي عبده، الحضري، أصالة، كلهم مشاهير ومختلفين برضو، مفيش حاجة مكررة خالص. حضرتك برضو هنعمل نفس التجربة. حط إيدك التانية. حضرتك بقول أنت في عيني الأول هتفتح. خليك بص في عيني، افتح، بص على اللي أنت شفته. احنا وحظنا خلاص، نقفل. انا معايا ظرف يا فندم متوقع فيه حاجه، قبل ما نبدا هخليه هنا وقبل ما اتكلم عن اي حاجه. انا معايا سبوره عاديه هعمل فيها مربع، وقسمت المربع هكتب فيه أرقام. رقم حضرتك موجود هنا يا فندم؟ لا. طب ما تقولش كان كام، بجد مش موجود؟ الرقم اللي اخترته في النوتة. طيب، هو من الطبيعي ان الواحد، احنا لعبنا لعبتين، من الطبيعي ان الواحد بيغطأ في حاجة، ممكن التانية ان شاء الله تنجح. حضرتك اخترت حد من المشاهير صح؟ فكر فيه في سرك. طب قوله في سرك. محمد منير. غلط؟ طب حضرتك قول لي اخترت رقم كام؟ 36 ومحمد صلاح. محمد صلاح؟ حضرتك انا كاتب ظرف هنا من الاول، معلش حضرتك هتاخده شوفه عشان لو مديت ايدي ممكن يقولوا عمل حاجه بخفه اليد. سوري انا اسف. افتح الظرف وقول كل اللي مكتوب جوه الورقه وتاكد ان هي ورقه واحده بس. استاذ عمرو حضرتك هتختار ما بين المشاهير الكابتن محمد صلاح فخر العرب
وهتختار ما بين الارقام رقم 36 وارجع للسبوره هتلاقي في رقم 36 موجود. يعني حضرتك اخترت محمد صلاح صح؟ مظبوط. ورقم 36 فين؟ هو للاسف موجود في كل مكان يا فندم. حضرتك طبعا احنا عارفين افقي وراسي. حضرتك لو خدت اول الاربعه دول هتلاقي مجموعهم 36. ولو خدنا دول 36 ولو خدنا دول 36 ودول 36 ولو خدناهم راسي 36 36 36 36 برضه 36 برضه 36 اول اربعه 36 اربعه دول 36 36 36 والاربعه اللي في النص برضه 36 ولو خدنا الاثنين دول مع دول نفس الرقم ولو خدنا الاثنين دول مع دول برضه 36 اي اربع ارقام هتلاقيهم 36 هاي برافو عليك بهنيك شكرا لا فعلا هاي شكرا غريبه فعلا نشوف حاجه تاني هيت تمام انت شوقتني اكتر كده ده انا قلت يعني لكن حقيقة انت فاجئتني حتى بالورق ربنا يخليك احنا بنعمل الحاجه دي الحمد لله بقى لنا بتاع حوالي 6 سنين انا ومحمد متدربين عليها كتير يعني لدرجه ان انا احنا عملنا حاجه كده اسمها التواصل الذهني اللي هو انا شبه بنيمه وبخلي عينيا هي مرايته هو اللي بيشوف بعيني انا بغمي عينيه خالص حضرتك ممكن تطلع اي متعلقات شخصيه بس مش دلوقتي وانا هغمي عينيه الاثنين واي حاجه حضرتك هتمسكها او تشاور عليها هيقول لي هي ايه يعني حتى لو طلع بس مش دلوقتي عشان هو هيبقى شايف يعني حتى لو طلعنا اي اثبات شخصيه وليكن بطاقه كارنيه رخصه هيقول لي اسم اللي في البطاقه بالكامل بتاريخ ميلاده بعنوانه كمان بس انا مش حاجه خالص اجيب بقى من فوق حاجه يعني اي حاجه حتى لو موجوده في اي مكان اي حاجه احنا هننيمه دلوقتي واي حاجه قدامنا مهما كانت ايه طيب انا هشوف اي حد من اللي جنبي طيب تمام طيب. اوكي طيب دي يا فندم حاجه عاديه وسيله ما ممكن بس نتاكد ان هي مش جواها اي وسيله اتصال بيني وبينه يعني ان هي فاضيه ما فيهاش اي حاجه طب حضرتك معلش اعملها كده شوف هتشوف اي حاجه بتبين اي حاجه يعني ها لا عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه صح خالص. هي مجرد بس ان انا بغمي بيها يعني اوكي محمد متصل معايا نعم متصل اي حاجه فهم. عايزك تقول لي انا خدت ايه خدت كارنيه اسم صاحب الكارنيه عايزين نعرفه سامعني؟ نعم اسمع حاول تقول لي اسم صاحب الكارنيه اللي مكتوب قدامي ساكت ليه؟ قول ممكن تقول لي اسمه يا محمد؟ اسمه حسام عايز اعرف والد حسام سامعني كويس؟ نعم اسمع كلمني والد حسام اسمه ايه؟ ممكن؟ قول اسمه حسام كمال حسام كمال جاوبني استاذ حسام اتولد سنه كام؟ عايزك تقول لي السنه اللي اتولد فيها بالظبط اتولد سنة 1969 بسرعة اليوم اللي الشهر اللي اتولد فيه شهر كام؟ شهر 3 طب ايه اليوم اللي اتولد فيه يا محمد؟ بسرعة يوم كام؟ يوم 23/3 اتفضل يا فندم ممكن أي حاجة تانية؟ كلمني طب أنا ماسك إيه دلوقتي؟ ماسك ساعة طب شوف لي أنا ماسك إيه؟ نظارة نقدر نعرف دي نظارة إيه؟ نظارة نظر رد في إيدي إيه؟ عبارة عن شيء من الورق قدامي ايه؟ قدام الكوباية أي حاجة مهما كانت هي ايه ممكن يقول لي عليها؟ أي حاجة مهما طلعناها في حاجة تاني صعبة مثلا أي حاجة تاني؟ لا مفيش مفيش حاجة من حضرتك تاني أي حاجة من مفيش حاجة في حاجة تانية أهي طب ماشي نشوفها اتفضل عايزك تقول لي خدت ايه يا محمد؟ خدت كارنيه لازم تقول لي اول رقم على الكارنيه كام صفر حاول تقول لي اللي بعده رقم 5 عايزك تقول لي اخر رقم على الكارنيه ايه هو اخر رقم 9 يلا اللي قبله كام 1 طب تقدر يا محمد تقول لنا الرقم اللي قبله 4 ممكن تقول اللي قبل 4 ايه هو 8 طب لازم تقول لنا اخر رقم هنقوله دلوقتي على الكارنيه ايه هو اخر رقم 0 هنروح الوسيط استرح يا محمد فوق ارجع درجاتك اوكي
الحاجات دي؟ والله هي تدريب سنين. تدريب؟ طبعا تدريب إيه؟ سنين وقراية كتير الحمد لله، فالحمد لله قدرنا نوصل اللي احنا فيه ده. طب انت تدريب هو عارف منين؟ هو تدريب معايا سنين برضه. هو محمد على فكره اخو مراتي، اخو المدام بتاعتي. تدريب ايه ده؟ انت عرفت فعشان كده موجودين مع بعض على طول. اسم بتاريخ الميلاد بالارقام، هو تواصل ذهني بينا وبين بعض، قعدنا مع بعض كتير ويعني تقريبا كده تواصل ذهني بينا وبينه حاجات مش. طب ينفع انا اساله؟ مش انت تساله؟ لا طبعا، لان لازم حضرتك عشان تساله حاجه زي كده ممكن نقعد يعني مش اقل من 6 شهور عشان حضرتك تتدرب معايا. بص يا فندم، اي حد بيقرا افكار هتلاقيه اسرع الاجابات مع مين؟ مع والده ووالدته. ايوه، ما انا لازم افهم الحقيقه يا استاذ احمد. الحقيقه انت عملت شيء عظيم ورائع، وانا بصراحه الحمد لله يعني انت ابهرتني بالعمل. ربنا يخليك. لكن انا عايز افهم اتعملت ازاي كده؟ ده انت كارنيهات لسه جايبها من بره، تعزمنا هنا، انت قريتها بالاسماء بالتواريخ بالارقام بالتفاصيل، تاريخ الميلاد. تمام. والشخص انت ما تعرفوش وما تعرفش حتى انا هجيب منين إيه يعني ازاي، ما انا برضو لازم عشان استوعب الحقيقه. هو تدريب زي ما قلت لحضرتك، وقرايه في علم النفس كتير، وهو اي حد هيقرا ويدور هيعرف الكلام ده كله. طب هنعمل ايه تاني؟ نعمل حاجه تانيه. الحقيقه انا يعني انا انبهرت. ربنا ابهرتني يا فندم. انا معايا ورقه اهي انا كاتب فيها توقع. هو ينفع يا فندم اي حد يقدر يتحكم في عقل اللي قدامه؟ لا طبعا مستحيل، صح كده؟ مع احترامي طبعا لحضرتك انا ما اقدرش اتحكم في عقلك ولا حاجه، بس هي حاجه هنشوفها دلوقتي. ممكن حضرتك تعمل ايدك كده، حضرتك فكر كويس قبل ما تعمل اللي هقول لك عليه. اوكي، خد قرارك براحتك خالص. حركك، انا كاتب ورقه اهو بتوقع هيحصل دلوقتي اهي، طبعا عشان ما حدش يقول انا معايا ورقه تانية، هي ورقه واحده. حرك، نزل اي عدد من الاصابع، اي عدد، لا ما عدا صوابعك كلها، اي عدد من الاصابع ما عدا كله طبعا. يعني اي عدد يعني ايه؟ اي عدد يعني هننزل اي عدد من الاصابع، خلي اي عدد من نازل وعدد بس المرفوع. فكرت كويس يا فندم؟ انا اعرف ان حضرتك هتعمل كده. طب ايه؟ 3 صوابع. انا ما اعرفش طبعا ان حضرتك هتعمل 3 صوابع. بس طبعا دي تحكم في عقل قدام الواحد طبعا برضو. يعني انت تحكمت في عقلي ف ان حضرتك تجيب 3 صوابع اهو، ده اللي انا كاتبه طبعا، ما فيش حاجه ورا اهي، هي بس 3 صوابع اهي، دي بس اللي انا كاتبه جوه الورقه، وهي ورقه واحده اللي معايا. ما فيش ورقه تانية فيها صباعين او صباع؟ لا لا لا، ما فيش حاجه خالص. ايه تاني؟ برضو الواحد الحمد لله يعني بيعرف اللي قدامه بيكذب ولا لا، الحمد لله يعني. دي بتبقى عن طريق العين، لان العين هي الحاجه الوحيده في جسم الانسان اللي عمرها ما بتكذب. فمن العين الواحد يقدر يعرف اللي قدامه بيكذب ولا لا. ممكن حتى نشوف مثال من ده. بعد احترامي ليك طبعا حضرتك، سواء كذبت، انا اسف، سوري، طبعا سواء كذبت او لا، يعني احنا هنشوف حاجه مبسطه. بص انا مثلا هنشوفها في كوين، في جنيه، ده جنيه يا فندم. اوكي، انا هبقى بعيد خالص. بص يا فندم، حضرتك الواحد عشان يكذب هل بيقول على حاجه مثلا؟ انا اسمح، انا ينفع اقول لحضرتك انا اسمي محمد وبعدين تقعد تكلمني كتير واقول لك لا ده انا اسمي احمد مش محمد؟ اللي بيكذب يعني من الاول بيفضل يكذب على طول، صح كده؟ فحضرتك هنلعب اللعبه دي، ان حضرتك هتكذب عليا او تصارحني، وانا هقول لحضرتك انت بتصارحني ولا بتكذب عليا. من سؤالين اتنين بس. اوكي. بس حضرتك لو كذبت عليا من اول سؤال اكذب عليا في التاني. ولو حضرتك صارحتني من اول سؤال صارحني في التاني. معاك جنيه هتخبيه في ايدك اليمين او الشمال، بس ثواني لما الف وشي. اوكي، وهتلف معايا يا محمد. خبيه في اي ايد؟ اوكي، انا وديت وشي الناحيه التانيه، خبيه في اي ايد يا فندم وخليهم قدامك. خلاص الف؟ انا خلاص خبيته. تمام حضرتك، بس اهم حاجه وانت بتجاوبني عينك في عينيا. حضرتك هتجاوبني بتقول لي او لا. لو حضرتك هتكذب عليا اكذب عليا في السؤال اللي بعده، لو هتجاوبني صح جاوبني في السؤال اللي بعده صح. الجنيه في ايدك اليمين ولا لا؟ تمام، انا هودي وشي الناحيه الثانيه. حضرتك لو عايز تغير مكانه غيره، مش عايز تغيره خلاص، بس ما تقوليش انت غيرته ولا لا دلوقتي، ما تجاوبش. عايز تغير غير. خلاص الف؟ حضرتك غيرت مكانه ولا لا؟
غيرت مكانه. حرك الجنيه في ايدك الشمال دلوقتي، صح كده؟ صح. حرك، ما بتعرفش تكذب خالص على فكره. نشوف حاجه تاني. يلا نشوف حاجه تاني. بيبان عليها الكذب. لا. ممكن يا فندم اي ثلاث اشياء، اي ثلاث حاجات معايا، اي ثلاثه. ثلاث حاجات زي ايه؟ اي حاجات خاصه بحضرتك، ممكن ساعه. لو خاتم، لو موجود ساعه. اي ثلاث حاجات بقى، ممكن الكوبايه حتى، مش مشكله. تمام ماشي، هنحطها بس هنا. انا اسف، في حاجه تاني؟ عايزين حاجتين اتنين بس. قلم. ماشي كويس. حاجه ثالثه لو في كوبايه. تمام. انا معايا ورقه بيضه خالص، هكتب فيها دلوقتي توقع هيحصل دلوقتي. طبعا ما حدش هيشوفه، انا هكتبه وهنخليه هنا موجود قدامنا. الورقه اهي. حضرتك دلوقتي في قدامك ثلاث حاجات. دول ورقتين مش ورقه. ما انا حاطط كذا ورقه عشان الورقه شفافه من فوق. طيب لو عملنا كده التوقع هيبقى ماشي. اوكي، هو مش باينه كويس كده. اوكي تمام. حضرتك في قدامك ثلاث حاجات دلوقتي، عايز تختار اي حاجه فيهم امسكها في ايدك. اي حاجه، ما مجبركش على حاجه، فكر كويس قبل ما تاخد الحاجه. اي حاجه فيهم وخدها. اديني اي حاجه منهم. شكرا. شكرا. عفوا يا فندم. اوكي، انا دلوقتي معايا الكوبايه، حضرتك ما اجبرتكش عليها انك تديهاني، ومع حضرتك القلم. وفي حاجه واحده بس في النص، حضرتك اديتني حاجه وخدت حاجه. الارض لازما هي كمان، او الترابيزه لازما هي كمان يتغير معاها حاجه. حضرتك اللي عايز تغير معاها ولا تخلينا نغير معاها؟ براحتك. مش فاهم يعني ايه. يعني دلوقتي حضرتك اخترت القلم. وانا اخترت الكوبايه، واخترت لي الكوبايه. اوكي. الساعه لازم ان هي كمان هتلعب معانا دور. حضرتك عايزني انا اللي بدل مع الساعه ولا انت اللي بدل مع الساعه حضرتك؟ لا، حضرتك بدل مع الساعه. الجواب نهائي. طيب. انا بدلت مع الساعه. التوقع يا فندم، الساعه معايا والقلم معاك والكوبايه على الترابيزه. الساعه معايا والقلم معاك والكوبايه على الترابيزه. وطبعا للساده المشاهدين، حضرتك اديتني الساعه باختيارك، بقت بتاعتي، صح؟ ما تغلاش عليك. العفو. هاي، برافو عليك. ربنا يخليك. ايه كمان؟ ايه كمان؟ نشوف حاجة تاني. محمد من ايامه. محمد هيعمل بلاوي النهارده. ويجاوب برضه بحاجات تانية. لو حضرتك معاك حاجات بقى صعبة المرة دي ممكن نعملها فيه، يعني كل مرة نقدر نصعب الموضوع عليه. طيب. ممكن تاخد دول؟ ولا نلعب حاجه قبليها؟ نعمل حاجه قبليها. طيب ماشي، لحد ما يجهزوا حاجه يعني. جهزوا لنا حاجات صعبه بقى. اوكي كويس، حتى لو هو شافها انا هتبقى جامده دلوقتي لما تشوف هيعمل ايه فيها. اوكي طيب، هو طبعا بتاعته مش بتاعتنا. دلوقتي يا فندم انا هحاول اقدر اقرا افكارك من خلال اللعبه. يعني حضرتك لو بتتكلم في سرك دلوقتي، انا اقدر اعرف حضرتك بتقول ايه؟ اقدر اعرف؟ لا. اي حد في الدنيا يقدر يعرف؟ لا. انا ان شاء الله هحاول اعرف. انا معايا علبه مقفوله خالص، ده غطى العلبه، وجواها علبه كمان عشان نتاكد ان الحاجه اللي هتبقى جوه مش باينه خالص. ايه اللي جوه بقى يا فندم؟ زهر، والعلبه فاضيه. حضرتك هتختار اي رقم في الزهر وليكن واحد مثلا، وهتحطه كده، يبقى الرقم اللي اخترته وشه لفوق وقفل عليه الغطا. اوكي، اي رقم بقى، ادي العلبه وادي الغطا. الرقم اللي هتختاره حضرتك يبقى الرقم وشه لفوق وتقفل عليه الغطا كويس. تمام؟ تمام. الف؟ تمام. حضرتك بنتاكد بس في اي حاجه هنا قدامك؟ لا. مفيش اي حاجه، ودي هنا اهي، وهنقفل هنا خالص. والعلبه اهي. هي شفافه او اي حاجه؟ اتاكد برضو. تمام. مفيش اي حاجه من جوه. حضرتك اللعبه دي لو انا سالت المشاهدين بنسبه 99% هيقولوا حضرتك اخترت ايه؟ هنعرفها ازاي بقى؟ هي دي المشكلة. بس أنا واثق ومتأكد لو أنا سألت المشاهدين سؤال كده
هيجاوبوني برقم هو الرقم اللي حضرتك مختاره، بس انا هحاول اعرفه. اتفضل. طيب حضرتك عايزك تقول الرقم ده بالعربي من غير ما تحرك شفايفك كتير او ورا بعض، قوله كتير. نفترض ان هو هنجيب رقم مش في الظهر 10، تفضل تقول 10 10 10 جوايا. تمام، في سرك. قول بقى الرقم اللي انت اخترته في سرك كتير ورا بعض بالعربي. 3 3 3 3 صح؟ صح 3. لا 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 انت عرفت ازاي؟ اهو. لا انت ما تقنعنيش ان دي لعبة. يعني انت كده ما تقنعنيش ان دي لعبة، انت دخلت جوه دماغي. الحمد لله. لا اعرف بقى، اديني بقى حاجة يعني، اديني كيو كده اعرف حاجة. هنخلص خلاص واقول لحضرتك طيب. كل حاجة هقول لك انا ممكن اقدر اعمل ايه دلوقتي. طيب. اوكي؟ طيب. انا ممكن دلوقتي يا فندم زي ما عرفت وقدرت الحمد لله ان انا اقدر اعرف حضرتك بتكذب او لا، وزي ما قدرت اتوقع الرقم، وزي ما قدرت اعرف كابتن محمد صلاح اللي حضرتك اخترته، وزي ما عرفنا برضو قدرت اتواصل واعرف حضرتك بتقول ايه في سرك، بعد احترام ليك، هل ينفع ان انا اقدر اخلي حضرتك ما تعرفش تكتب ولا تقرا خالص؟ مع ان انا واثق بعد الحلقه ما تخلص كل الناس كل اللي شافوه ده ممكن يقولوا ان احنا متفقين مع بعض، مع اني انا والله العظيم يشهد ربنا. لا ما بتفقش، الناس عارفه ان انا وشرف ليا ان انا شفت حضرتك وقعدت. لا الناس عارفك، عارفاني كويس. طب كويس، هنقدر نعملها؟ بس ما تضرنيش. لو انت لو انت اسمع، لو انت خاوي انا بقول لك اهو. مش هطلع من المكان. طيب ممكن نقدر نعملها دلوقتي؟ اوكي. انت هتعمل فيها ايه المفروض؟ بص يا فندم، انا حضرتك طبعا دلوقتي حضرتك اكيد طبعا على راسي وبتعرف تقرا وتكتب كويس، هل من الممكن ان انا اقدر اخلي حضرتك ما تعرفش تكتب ولا تقرا؟ لا صعب. صعب، انا هحاول. هستاذن حضرتك بس هتغمض عينيك، انت حضرتك خايف مني انا عارف. لا انا بدات اقلق منك لان انا ليا تجارب سابقه وعارف في الحاجات اللي فيها جن. لا لا مفيش ان شاء الله، مفيش اي حاجه. انت متاكد؟ ان شاء الله يا فندم. انت متاكد؟ تمام. انت متاكد؟ متاكد باذن الله. ها؟ تمام. اجيب حد يجرب معاك؟ لا لا مفيش اي حاجه ان شاء الله. ها؟ مفيش اي حد. طيب يلا حضرتك بس هطلب من حضرتك هتغمض عينك، واول ما اعمل لك كده يا فندم هتفتح عينك. اوكي. أوكي؟ فتح عينك يا فندم، هتقول لي اسم حضرتك. عمرو. اوكي، احنا معانا دلوقتي هنا في جنيه، وهنا ورق. حضرتك فاكر كل حاجه واكيد عارف كل حاجه. اوكي، حضرتك حاول تقرا لي الاسم ده. احمد. ايه سوري. A-N-M-A-N-N-I-C-U انيسه. ان ده ايه ده؟ انا ناسي. تمام اوكي، انا ناسي. تمام. مكتوب انا ناسي. تمام، هنجيب كلمه تانية. يلا دي سهله شويه. ويلكم. تمام. ها ويلكم. اوكي. ها لا مش ويلكم، في داش سي اي سي او ان 1 سي. برافو. ده صح؟ صح. تمام، نشوف كلمة تانية. نشوف كلمة تانية. يلا دي سهلة. ها N A N U يبقى هتبقى ايه؟ نانو. نان. برافو حضرتك يا فندم. هما دلوقتي لو الكاميرا كانت جايبانا كل الكلام اللي حضرتك قلته غلط. هنشوف دلوقتي حضرتك عايز تفضل زي ما انت ولا رجعك تاني؟ رجعني. طيب حضرتك هتغمض عينك. اوكي فتح. استاذ عمرو. عمرو ده ايه ده؟ جنيه. ها ورقه. اوكي نجيب من الاول الكلمات. يلا. ها احمد. الحمد لله على السلامه. ها ويلكم. برافو. هاند. برافو، شكرا لحضرتك. الحمد لله على السلامه. شكرا. بس انا في حاجات كانت باينه انها ويلكم، يعني الورقه كانت مديه على لما بتحرك الورقه انت سنه. لا انا ما حركتش. بتدي حروف، الحروف بتتغير. طب ليه اتغيرت مع حضرتك انت بس؟
لو انا كمان دايخ دلوقتي انت عملت فيا ايه؟ ولا اي حاجه، ما اقدرش. العفو. عفوا. ده فعلا مدروخ شويه. ربنا يخليك. ممكن بقى نختم مع محمد ونعمل له نغميه تاني ونطلع بقى حاجات نصعبها المره دي. يلا. اوكي. يا محمد جاهز ولا نمت بجد؟ يلا. وكده محمد نام تنويم مغناطيسي؟ لا، هو انا بحاول انيمه بحيث ان هو يبقى عينه في عينيا وتبقى عيني هي المرايه ليه. طب وانت اللي ما عملت من شويه انت نايمتني؟ لا، دي مش نايم تحرك، دي حاجه تانية خالص كده هنبقى نتكلم فيها. طيب دي برضه هي نفس الموضوع، ما فيهاش اي حاجه خالص، هي مجرد ان هي وسيله وانا بغمي بيها عينيه. اوكي، هنقول الوسيط متصل معايا؟ نعم متصل. يلا يا فندم. جاوبني، ايه اللي في ايديه؟ عمله نقديه. رد يا محمد، العمله اللي في ايده كام بالظبط؟ 200 جنيه. طيب بص يا فندم، اي عمله في الدنيا ليها سيريال نمبر وكلهم غير بعضيهم. مظبوط. من الطبيعي. ركز، سيريال نمبر باين قدامك صح؟ باين اهي. فوق. هات لي اول رقم على 200 جنيه، ايه هو يا محمد؟ اول رقم 7. يلا اللي بعده كام؟ 1. ايه اللي بعده يا محمد؟ رقم 2. لازم تقول لنا الرقم اللي بعد 2 ايه هو؟ 0. عايزك تقول لي اللي بعده 9. تقدر تقول لنا اللي بعد 9 ايه هو؟ رقم 4. ايه اخر رقم مكتوب على 200 جنيه يا محمد؟ رقم 2. اخر رقم. خليهم كلهم صح. لو معاك اي حاجه تاني ممكن برضو يقولها دلوقتي. خلاص، هيقول ايه تاني اكتر من كده؟ ده جاب الرقم السري بتاع الفلوس. اوكي، انا الوسيط. تستلع فوق يا محمد. انت عرفت ازاي يا محمد؟ ايوه، بتيجي الارقام كده قدامي وانا بتيجي الارقام تظهر قدامي. ارقام ايه اللي بتيجي يا محمد؟ انت قلت ارقام كامله، 7 ارقام، وقلت للراجل بطاقته ورقم تاريخ ميلاده واسم ابوه واسمه. بتظهر كده الحاجات دي قدامي كده وانا نايم، كحروف او كارقام بتظهر. في حاجه هتقولها لي؟ لا، هو كده كويس. وعايز اقول لحضرتك حاجه، اللي احنا بنعمله ده كله ده فعلا دي بتبقى يعني الحمد لله الواحد بيقدر يقرا الافكار اللي قدامه، والحمد لله الواحد واخدها كهوايه مش اكتر. اشرح لي بقى ايه بقى الموضوع ده، وممكن نستفيد بيه في ايه؟ هو المشكله ان في ناس بتستفيد منه وفي ناس بتضر ناس منه. ازاي؟ يعني مثلا الناس اللي هم يقول لك مثلا ده انا بنتي عليها مش عارف ايه وكذا ولازم نجيب لها شيخ، استغفر الله العظيم يا رب. هو مش شيخ، هم بيقولوا عليه شيخ وبيسموه شيخ، هو بيجي بيستخدم كل الحيل دي كلها وبيقول كل الحاجات دي كلها، وبالعكس بيرجع لبعض الصحراء اللي هم اللي بيلعبوا العاب سحريه ويستخدم حاجات خفه منهم، ويرجع لبعض الناس اللي هم في دارسين علوم. انت عارف ان انا دايخ لغايه دلوقتي؟ لدارسين علوم وياخد منهم زي ماده الصوديوم والحاجات اللي كنت حضرتك بتجيبها قبل كده، ويختار من الحاجات دي ويبدا بقى يستغل ده. لكن في الناس الطيبين. لكن انت تعرف اللي قدامك ده في جن لمسه ولا لا؟ لا، جن لمسه كده لا. امال تعرف ايه؟ اعرف هو مختار ايه، اعرف هو بيكذب ولا لا. لو قعدت اتكلمت معاه كتير. طب خد بالك الحاجه دي. انا بفكر في ايه دلوقتي؟ هقول لحضرتك. الحاجه دي انا اقدر اعرفها 99% عند النساء اكتر من الرجاله. ليه؟ بس حضرتك لو قريت كويس هتلاقي ان كل واحد ليه مخ فينا، يعني سواء النساء او الرجاله، وكل واحد ليه عقل، وكل واحد في عقله ده ليه 7 افكار. دايما تلاقي 6 صح عند النساء وواحد بس غلط. ودايما تلاقي 6 غلط عند الرجاله وواحد بس اللي صح. بس العكس، هم فرحوا دلوقتي النساء ان انا قلت عليهم كده. بس العكس بقى، هم دايما بيختاروا الغلط مع ان عندهم 6 صح و1 غلط. يعني انا لو جبت لحضرتك 7 ورقات كتبت في 6 صح واحده بس غلط وعملناهم كده ورميناهم، من الطبيعي لو شديت ورقه هتطلع ايه؟ 6 صح و1 غلط، من الطبيعي ايه اللي هتطلع؟ الصح. لا، هم دايما بيروحوا للغلط. نفس الكلام عند الرجاله بيبقى العكس، 6 عندهم غلط وواحد بس اللي صح. دايما بيختاروا الصح. انا مش بقول كده بنصف حد على حد، لا. انت دلوقتي تعرف انا بفكر في ايه؟ اقدر اعرف بتفكر في ايه؟ طيب حضرتك فكر في حاجه. فكر في رقم ما بين ال لا، غير رقم. تفكر في حاجه زي ايه؟ اي حاجه تانيه غير ارقام. لا، لازم اكون عرفتك كويس وليا الشرف طبعا ان نكون اصدقاء وقعدنا مع بعض
فتره زمنيه كبيره، لان الحاجه دي بتتعرف اكتر لما يكون والدي والدتي اخويا مراتي ابني. فكر في رقم. فكر في رقم؟ اه ممكن يطلع معايا صح وممكن غلط. فكرت طيب. فكرت في رقم. طب انا لا، ما هو مش هتفكر فيه على طول. حضرتك قول لي اسمك. عمرو. عايزه باسرع ما يمكن الاجابه تكون سريعه. اسمك؟ عمرو. طيب عايز الاجابه اللي جايه تكون في سرك من السؤال اللي انا هساله. اختار رقم ما بين الخمسة والعشرة بسرعة. لا انا عايز ارقام اكبر من كده. يعني ما احنا هنجيبها في كده، احنا اول مرة نقعد مع بعض. يلا اختار رقم ما بين الخمسة وما بين العشرة. اخترت؟ اخترت. سبعة. خمسة. خمسة؟ تمام. شفت هو عشان احنا ما قعدناش مع بعض كتير. هي بتيجي كده بقى. ولو مع النساء وممكن الناس في البيوت دلوقتي هتلاقي اغلبيتهم اختاروا السبعة. هي سبعة؟ اشمعنى؟ طب تعالى نقول حاجة تانية. وهتلاقي كل النساء اختاروا. طب انا هكتبها عشان ابقى متوقعها. اعمل مع المشاهدين يلا. طيب انا هبقى متوقعها. كلم المشاهدين، اديله احمد الكاميرا وخليه يلعب مع المشاهدين دلوقتي. يا جماعه اللي بيتفرجوا علينا هو هيلعب معاكم انتوا. يلا كاميرا، اديله كاميرته يا احمد. تمام كاميرتك اهي. اديها له يلا. طيب انا معايا ورقه اهي هلفها على طول. عايز كل حد بس بسرعه جدا يختار، طبعا من النساء ومن الرجال، يختار رقم بسرعه جدا ما بين الواحد والخمسة. يلا اخترنا. هنلاقي ان اغلب النساء بل اكترهم اختاروا رقم اربعة، وكل الرجال اختاروا رقم ثلاثة. وده تحدي. تحدي. تمام. ارجو لو في حد من اللي شايفيننا من الرجال اختار رقم ثلاثة والستات اختار رقم اربعة يبعتونا على الصفحة يقولونا هذا الكلام. ولو كنت اخترت رقم تاني برضو قول لنا على صفحتنا دلوقتي. هو فعلا في الكنترول في اتنين اختاروا اربعه فعلا، دي حقيقه. اوكي بس احنا هنشوف الجمهور بقى بتاعنا الحبيب اختاروا ايه دلوقتي باذن الله. طيب انت بتعرف بقى ازاي؟ هل ده علم؟ والله هو دراسه. علم طبعا. علم إيه؟ ودراسه. علم ايه يعني؟ الحاسه السادسه السيكس سنس ده علم؟ طبعا طبعا علم، وممكن يجي لاي حد مش حد واحد. بس ان هو يستمر ويمارسه كويس ويفضل يمارسه على طول. وانت بقالك كام سنه بتقدر تمارس هذا العلم؟ انا تقريبا من 2001. طب هل ده فيه علاقه بالتنويم المغناطيسي؟ انت نايمته من شويه. لا هي ده مش تنويم مغناطيسي. التنويم المغناطيسي ان الواحد بينام فعلا خالص، وحضرتك كنت عملتها في حلقه قبل كده تقريبا. ده مش تنويم مغناطيسي. انت متابع حلقاتي كويس. انا متابع حضرتك ومن محبينك والله. الله يخليك. ربنا يخليك ليا الشرف. دي من خمس سنين بس الحلقه دي. الحمد لله. محمد انا لما بنايمه بنعمل حاجه ما بيننا اسمها تواصل فكري. بحاول اتواصل مع مخه من خلال مخي، بحاول اخليه يشوف بعينيا عشان نطلع بالشكل اللي حضرتك شفته من شويه. ده حقيقي يا محمد؟ طبعا. كام سنه تعرفوا بعض؟ بقى لنا حوالي 5 6 سنين. انتوا قرايب؟ اخو مراتي. اخو مراتك. ومراتي برضو كده معايا. يعني انت بتعرف مراتك بتفكر في ايه؟ ده ما تقدرش تفكر لما انا اكون عارف طبعا. دي مشكله كبيره قوي مع مراتك دي. طبعا. ومشكله ليا انا اكتر. وهي بتعرف انت بتفكر في ايه؟ طبعا. انت علمتها برضو؟ اه. يعني انتوا اتنين مكشوفين جدا لندن بقى. في حد يعمل كده يا راجل؟ ايه اللي ممكن نستفيد بيه بقى من خبرتك دي في الحاسه السادسه بعد ما اثبتت لنا انك انت فعلا عندك الحاسه السادسه؟ ما هو اللي عنده هو اللي هيستفيد. الناس مش هتستفيد، بل بالعكس كل حد عنده الحاسه السادسه، بس اللي يقدر يمارسها ويطلعها من جواه ويقدر. لو انا عملت برنامج جبت ضيف وقعدت اساله اسئله وانت قاعد تقدر تقول لي صادق كذاب؟ اقعد معاه اكتر من ساعه بس، او نص ساعه او ساعه الا ربع. اديني وقت اكتر هكون عرفت اللي قدامي. وعلى فكره اي حد برضو كده. بس لو يقدر يمارسها ويطلعها من جواه. لكن انت ترفض فكره اللي ممكن يقول لك انت مخاوي جن؟ لا الحمد لله مش مخاوي ولا حاجه، والحمد لله يعني. لو مخاوي كان زماني قاعد في البيت دلوقتي معايا فلوس قد كده. 200 في الدقيقة يعني. غير صحيح. لا لا طبعا. يعني اللي انت بتعمله ده عبارة عن ايه؟ نسميه ايه؟ نسميه ان انا بقرا الافكار، نسميه ان انا بحاول ان انا اعرف اللي قدامي بيكذب عليا ولا لا. نسميه ان انا بحاول. لا بس انت تجاوزت الحاجات دي في اللي انت عملته معايا النهارده. انت تجاوزت الحاجات ربنا دي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. فده اللي يخليني افهم يعني مصدر القوة دي ايه، او العلم ده ايه؟ هو دراسة زي ما قلت لحضرتك، واي حد في الدنيا عنده ده يدور على نفسه ويمارس ده هيلاقي ده معاه كتير. طب وانت لما عملت لي كده وكده وغيرت لي الاسماء ده كان ايه؟ علم برضو؟ اوعد حضرتك ان الحلقه دي لو بقت جامده قوي انا هاجي في حلقه وانا بقول لك اهو قدام الكاميرات وقدام الساده المشاهدين ان انا هشرح لك كل اللي انا عملته ده، انا عملته ازاي. يبقى بينا حلقه ثانيه يا جماعه ان شاء الله مع احمد عشان يكشف لنا اسرار بقى اللي عملوا فينا المره دي. لعل وعسى. خشوا وصوتوا وقولوا لنا رايكم ايه في الحلقه. قولوا لنا هل فعلا اخترتوا الرقم ده ولا الرقم ده؟
عشان خاطر نقدر نعرف اذا كان فعلا كلامه صحيح او غير صحيح. اللي عمله في الاستوديو كان صحيح، هنشوف تاثيره عندكم انتوا ايه. احمد بشكرك جدا، نورتني وشرفتني. انا محمد، صباح الخير. الحمد لله على السلامه. انا لسه داخل لغايه دلوقتي، خلي بالك لحد ما تروح. ايه لغايه ما اروح؟ وهتروح امتى بقى الدفع؟ او لحد الدفع الجاي. الدفع الجاي. بشكركم جدا. حلقه فقره الكبار فقط زي ما قلت قبل كده، لكن هي فيها علم، في علم اسمه الحساسات موجود، وعلم الفراسه اللي هو كانوا زمان بيتكلموا فيه دايما العرب، الفراسه، لكنه تطور. في افلام ناقشت الحساسات زي فيلم الشهير سيكس سنس، الحساسات موضوع جدير بالدراسه وجدير بالاهتمام، لكن واضح ان هو بيمتاز بيه شخص دون عن الاخرين. فاصل ونعود. تنوير: يحذر برنامج واحد من الناس من بعض النصابين والمحتالين الذين يقومون بالتواصل مع المواطنين من رقم هاتف 010-65-96-44-54 وأرقام أخرى، ويقومون بالاتصال بمشاهدي البرنامج مدعين علاقتهم بالبرنامج وقدرتهم على حل مشاكلهم وتوفير العلاج وفرص العمل والشقق السكنية لهم. وينوه البرنامج بأنه قد تم إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء، وتم تحرير محضر برقم 5902 لسنة 2019 جناح 3 أكتوبر. ونحذر مشاهدين الكرام من التعامل مع أي شخص يدعي علاقته بالبرنامج، حيث أن المصدر الرسمي الوحيد للتواصل مع البرنامج هو صفحته الرسمية على فيسبوك، وهي واحد من الناس على قناة النهار.